جماعة الحوثي تعلن انتهاء مبادرتها وتكشف خطواتها العسكرية القادمة، تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أصدر ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي في صنعاء برئاسة مهدي المشاط مساء اليوم بياناً بشأن انتهاء مبادرته الخاصة بوقف الهجمات ضد الأراضي السعودية وجبهات الداخل. البيان الذي نشرته وكالة الأنباء سبأ الخاضعة لسلطة الجماعة أشار إلى أن المجلس السياسي الأعلى يعبر عن أسفه الشديد إزاء عدم استجابة التحالف السعودي الإماراتي الواضحة والصريحة لمبادرة السلام الجاد والدائم حسب ما ورد في البيان، معتبراً أن المبادرة أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشك حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار، ونؤكد أنه لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام السيادة واستقلال اليمن حسب تعبير البيان. الجماعة وعبر مجلسها الرئاسي اتهمت التحالف بقيادة السعودية والإمارات بالمماطلة والتلكؤ والتعنت وغير ذلك من الأساليب الملتوية، منوها في الوقت ذاته بأن لا مانع لديه من أي استجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية، إلا أننا نؤكد أن لا سلام دون رفع الحصار. وجاء في البيان ما يشير إلى أن الجماعة ستستأنف هجماتها ضد الأراضي السعودية قائلاً: نؤكد بأن اليمن وشعبه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية التي تضمن انتزاع حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة. وعقب ذلك قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر أرفقها بصورة لبيان المجلس السياسي: إنه لا سلام دون رفع الحصار، في تأكيد على عدم قبول الجماعة بإعلان التحالف وقف إطلاق النار دون السماح بدخول السفن النفطية ورفع القيود عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.